فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة ورمت الجمرة الأولى، ولكنها لم ترمي الباقي ولم تطف طواف الوداع بعذر شرعي، فهل حجها صحيح؟ أما رمي الجمرات الذي لم يحصل منها تفدي عن فدية، تذبح فدية، وأما طواف الوداع إذا كانت تركته للحيض فليس عليها شيء، الحائض ليس عليها وداع. أما إذا كانت تركته لغير الحيض فعليها فدية أيضا عن طواف الوداع. نعم.